كشفت المفوضية الأوروبية عن وجود خطط اقتصادية واستثمارات مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها تعاون ثلاثي مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وإسرائيل في مجال إدارة المياه. وهو الأمر الذي يأتي بعد الإعلان رباط وادي الأبيب إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ دجنبر سنة 2020، كما يتزامن مع تسجيل تناقص كبير في مخزون المياه بالمملكة المغربية نتيجة تتوالي سنوات الجفاف. وقال المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي في عرضه أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل أن المفوضية الأوروبية بدأت تنظر بجدية في دعم تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومجموعة من الجيران العرب في القطاعات التي توجد فيها فرص الشراكة أو تلك التي ستظهر فيها مثل هذه الفرص مستقبلا. موردا على سبيل المثال، نحن نتقدم بشكل جيد للتعاون مع إسرائيل والمغرب في مجال إدارة المياه. وأورد المسؤول الأوروبي، نحن على المسار الصحيح لبناء أجندة إيجابية وتقديمها لمنطقة البحر الأبيض المتوسطة بما يشمل خطة اقتصادية واستثمارية. وأضاف، يمكن أن تجمع هذه الخطة ما يصل إلى 7 مليارات أورو وتحفز على استثمارات تصل إلى 30 مليار أورو، مبرزا أن من بين تلك المشاريع اتفاق ثلاثي يتعلق بالطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل اللتين وصفهما بأنهما أصبح شريكين موثوقين ومستدامين لضمان الأمن الطاقي وتنويع الامتدادات التي تتوصل بها أوروبا. وجاء ذلك في خضم حديث فاريلي عن علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل ودعمه لما تسميه إسرائيل اتفاقية أبراهام الموقعة مع المغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان خلال جلسة لمناقشة الشراكة المتجددة للاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، حيث قدم الأجندة الجديدة الخاصة بحوض البحر الأبيض المتوسط معتبرا أن جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية على أوكرانيا أثبت بشكل واضح أن ازدهار واستقرار أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط مرتبط بشكل وثيق. وأورد المتحدث نفسه أنه خلال هذه الفترة المتضاربة يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي شركاء موثوق بهم في جواره المباشر، مبرزا أن الهدف هو اغتنال الفرص الجديدة وإفساح المجال لاستغلال الإمكانيات الكبيرة غير المستغلة بالمنطقة. ويتعلق الأمر حسب فاريلي بالشركاء الذي يمكن الوثوق بهم في محاربة معاداة السامية والتحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، والذين يتخذون خطوات جريئة وحاسمة تنبني على التسامح والسلام واللا عنف. نشكركم على حسن المتابعة.